هذه المرأة جزاها الله خيرا مع زوجها هذا تبرعوا بقطعة كبيرة من أرضهم، هذه القطعة لبناء مسجد. سبحان الله، لهم في الإسلام الآن ما يقارب 3 أشهر بل أقل من هذا. سبحان الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبني لهما بيتا في الجنة يا رب، وأن ييسر بناء هذا المسجد. الله يتقبل، جزاكم الله خير. آمين.